هل انت رياضي محترف وبتلعب في نادي شهير او بتبيع خدماتك مقابل لعبك ده وعندك سنتين خبرة؟ هل بتشتغل امينة مكتبة في مكتبة world class level زي مكتبة اسكندرية مثلا؟ هل بتشتغل في ارشيف المكتبة؟ هل بتشتغل صحفي او صحفية؟ هل بتشتغل كاتب او editor؟ هل بتشتغل translator او interpreter؟ هل بتشتغل ممثل او producer او conductor او composer او arranger او موسيقي او مغني؟ هل بتشتغل في التكنيكالتز في كل ما يتعلق بالمتاحف والمكتبات؟ إذا كنت بتشتغل في أي من الوظائف دي فأهلا وسهلا بيك في كندا. البرنامج اللي هنتكلم فيه النهاردة هو برنامج بعيد كل البعد عن برنامج الإكسبريس سيلف إمبلويد بروجرام. البرنامج ده شامل كل كندا بما فيهم كيبك، تقدر تقدم على أي مكان في كندا بس كيبك هيكون لها فورمز خاصة بيها. البرنامج ده مدته 35 شهر وقيمة الفلوس بتاعته المبدئية حوالي 2075 دولار. خلونا نشوف كده مين يقدر يقدم. اي حد عنده relevant experience وهو willing ان هو يعني عنده الرغبة ان هو يجي يشتغل في كندا ك self-employed meet the program selection criteria meet the medical security and other conditions relevant experience. لازم يكون عندك على الاقل سنتين في اخر 5 سنين، ده شرط اساسي. وحاجة من اتنين تحقق شرط من اتنين، لإما انت خدت جزء بانك اشتغلت في culture activities or athletics في world class level، او كنت self employed person in culture activities او athletics. اوكي، دول الشرطين الاساسيين للبرنامج ده. الديفينيشن بتاعنا relevant experience for a self-employed person means at least 2 years of experience. لازم يكون معك على الأقل سنتين خبرة. في تريك هنا، تريك دي يا ريت ناخد بالنا منها، إن لو أنت مثلا معك سنتين في آخر 4 سنين أو واخدهم يعني مر عليهم 4 سنين ونص مثلا، فأنت كده ريسكي. ليه؟ لأن ليه ريسكي؟ لأن أنت لو جيت، هو شوف بيقولك إيه، before the day you apply and ending on the day we make decision on your application. فخلي بالك من دي. فيستحسن يكون مثلا معك 3 سنين او 4 سنين. طبعا لو معك 5 سنين ده احلى حاجة يعني. طبعا هتاخد بوينتس اكتر لو انت معك عدد سنين اكتر. اوكي، وهو هنا بيقولك ان انت محقق الشرط في حاجة من الاثنين دول، احنا اتفقنا لا اما في ده لا اما في ده، تمام. وممكن عندك سنة في ده وسنة في ده عشان الناس ما تتوهش. يعني انا راجل خلاص take a part of culture activities او athletics for the class level، ماشي ده زي الفل عندي سنة. طب انا راجل كنت self employed person in culture activities or athletics، ينفع برضو مفيش اي مشكلة. وطبعا الassessment بيحصل على كرايتيريا معينه. الكرايتيريا دي الاكسبيرينس الاديوكيشن الايج اللانجوج ابيليتي والادابتابيليتي. طب تيجي نشوف النقاط بتاعتنا لان هم عندهم نظام نقاط. اوكي، الشرط الاساسي هنا ان انت تكون محقق 35 نقطه من 100 عشان تبقى اليجيبل. طبعا الشرط ده هو بيقولك ان هو ماي تشينج، طبعا البرنامج ممكن يتغير في اي لحظه. قال لك ان دايما راجع موقع الهجره عشان تشوف البوينتس، تمام. الاديوكيشن عليه 25، الاكسبيرينس هنا روعه. ممكن لو انت جايب 5 سنين خبره تحقق الشرط اللي هو 35 نقطه وتبقى اليجيبل. طبعا الايدج عليه 10 نقط ماكسيمم. الابيليتي ان انجلش وفرنش 24 نقطه. الادابتابيليتي 6 نقاط وهنا 100 نقطه. اوكي، دي الشروط بتاعت البوينتس. انا هسيب لكم اللينكات في الكومنت تحت بحيث ان انتوا تبقوا عارفين ان يعني تدخلوا تشوفوا الشروط دي كلها. طبعا لو عندك سنتين خبرة، شوفوا هنا الميزة ان انت لو جايب 5 سنين، في ال5 سنين انت كده حققت شرط البرنامج وجبت النقاط بتاعته. السن طبعا لو انت من 21 49 جايب 10 نقاط، واضح ان البرنامج ما فيهوش ليميتيشن على السن لان عندك لحد 54 سنة فاكتر. كمان عندك كمان الانجليش لو انت جايب الدرجة بتاعتك، يعني انا مش شايف اي كريتيريا هنا على الانجليش خالص. انت مطالب منك لاما سيليبب لاما ايلتس لاما تيف، هما يعني تيف او سيليبب او ايلتس، مش طالبين حتى طالبين تي سي اف. اوكي، فرنش اونلي. اوكي، which is good. فمطالب منك واحد من الاربع امتحانات ديت، تمام،
ولو جاب هاي او مودريت او بيزك، يعني البيزك هو ما حددش حتى سي ال بي، بيزك او مودريت او هاي، هتاخد الدرجه بتاعت اللغه كامله، ما قالش اي تفاصيل غير كده اهو. ماكسيمم 24 بوينت اهو فور يور بيزك مودريت اور هاي بروفينشال، ما قالش اي توزيع للدرجات، انا يعني مش شايف اي توزيع للدرجات خالص يعني. ف ماشي، ايه تاني؟ الادابتابيلتي بتاعت الزوجه، الزوجه مثلا مؤهلها، المؤهل بتاعها اعلى مؤهل حصلت عليه، ممكن تاخد من 3 ل 5 على حسب مؤهل الزوجه. اشتغلت في كندا قبل كده، خمس درجات. عندها دراسه سابقه في كندا، 5 درجات. عندها قرايب في كندا، بتاخد 5 درجات. اوكي، وحاطط لك الكرايتيريا بتاعتها. اوكي، كل ده انت تقدر ايه تبص عليه وتراجعه، مش محتاج مساعدتي فيه. طيب، في نقطة مهمة والنقطة دي حيرتني أنا شخصيا. طب إيه هي الكاليتشر أكتيفيتيز؟ إيه هي موضوع الكاليتشر أكتيفيتيز دي؟ أوكي، according to IRC website, كاليتشر أكتيفيتيز include jobs generally seen as part of Canada artistic and culture fields. Examples include the authors and writers, the creative and the performing artists, the musicians, the painters اللي هم الرسامين اللوح، the visual artists، وعندك the technical support and other jobs in motion pictures, creative designers, the crafts people بتوع الحاجات اليدوية، اللي بيصنعوا حاجات يدوية وبيبيعوها. فالمشكلة الحقيقية هنا هتبقى ان انت ازاي تجيب شهادة الخبرة. طب ايه هو الاثليتكس؟ اهو الـ IRC website doesn't give examples of what athletics are. However, the employment and social development هو ده اللي المعيار بتاعنا. يعني انت عاوز تعرف ايه الاثليتكس، لازم تخش على الـ employment and social development Canada. Following national occupation classified codes are being under minor group athletics coaches. دي النكات بتاعت الاثليتكس. athlete, coach, sports and official, program leaders and instructors in recreation sports and fitness. طيب انت واحد دلوقتي شغال في فيتنس كلاب، من الحاجات اللي هي مثلا الكبيره تقدر تقدم. طب انت واحد كوتش بتاع كوره مثلا تقدر تقدم. بس الفكره ان انت لازم تبقى سيلف امبلويد او شغال في حاجه وورلد كلاس ليفل. وورلد كلاس ليفل يعني حاجه معترف بيها عالميا. هنا كمان دي كانت بالنسبه لي ده موقع الهجره الرسمي، انا دايما بحب اجيب كل حاجه من موقع الهجره الرسمي. هنا دي تريك انا حتى ما خدش بالي منها، يعني انا نفسي ما جيت اقرا برنامج قبل كده ما خدش بالي من الحته دي. Employment and Social Development Canada provides full list of qualifying activities for self-employed persons. اهو قايلها واضحة وصريحة. تمام، نيجي ندخل على اللينك ده، نيجي نبص هنا. Occupations in art, culture, recreation and sports، حاططها رقم 5 في اللينك ده. اوكي، احاول احط لكم اللينكات في الكومنت. Occupation in art, culture, recreation and sports. اوكي، art, culture, recreation and sports. اوكي، اما نيجي نشوف دي professions occupation in art and culture. technical occupation in art and culture recreation. اوكي، اهو عندك librarians, archivists, converse. كل النكات دي تقدر تقدم على الموضوع ده. the authors and writers, the editors, the journalists لو انت صحفي، translators تمام، المترجمين، creative and performing artists، كل دول producers directors، الناس اللي شغالة في مجال السينما، المنتجين، المخرجين، كل دول ال conductors، ال composers، ال arrangers، ال musicians and singers، ال dancers، حتى ال actors and comedians لو انت ممثل تقدر تطلع على البرنامج ده، ال painters وال visual artists. technical occupations in art, culture, recreation and sports عندك ده بقى كله. technical occupation in libraries, public archives, museum and art galleries. library and public archives technicians يعني انت لو تقني حتى في المجال، في الميوزيوم والارت جاليريز،
photographers, graphic arts technicians, and technical and coordinating occupation in motion pictures, broadcasting and perform arts. كل النقص دي تقدر تقدم graphic and art technicians, الفيلم, الفيديو, الجرافيك ارت, يعني في نكات كتير تحت الموضوع. انا شايف التحدي بس هيبقى في حتة ان انت تثبت ان انت سيلف امبلويد او ازاي اشتغلت في المجال ده. فيها تشالنج كبير جدا على فكرة, مش سهلة. عندك الاسلتس, الكوتشز, السبورتس, البروجرام ليدرز, كل دي نكات. كل ما تم ذكره تحت الحاجات اللي انا قلتها دي تقدر تقدم. اوكي, وده مش كلامي, ده كلام موقع الهجرة, هما اللي قايلين الكلام ده عشان ما حدش يشيلني انا المسؤولية. وحسبنا النقط وبينا كل حاجة. تعالى بقى نشوف حاجة تانية هنا مهمة, البروسيس بتمشي ازاي. Who can apply before or after you apply, how to apply. اوكي, ازاي اقدم بقى. اول حاجة بتدخل تجيب الابليكيشن وتجيب الدوكيمنت تشيك ليست. طبعا هتملى الابليكيشن وتدخل تقدم. خطوات بالتفصيل دي هناخدها, يعني ممكن نعملها حلقة تانية, بس دي الدوكيمنت تشيك ليست. في حاجات خاصة بكيبك, حاجات مش خاصة بكيبك. هتدخل تعلم على كل ده. طبعا انت عندك حاجة فيدرال, عندك حاجة كيبك. كيبك انت يعني هو بيقولك ده مضمون في الاتنين. في حاجات كيبك بس, في حاجات فيدرال بس. دي مثلا فيدرال بس اهو, بروف اوف, يعني فاهم انت لازم تبقى ايه واخد بالك انت بتعمل ايه بالظبط, يعني لان في حاجات لده وحاجات لده. فبس يعني هي فورم عاديه, وبعد كده هتبعتها, هتملى كل الكلام ده وتحطه في باكج. الباكج دي هتبقى باكج فعليه, تبعتها بالبريد BDHL او اي شركه بريد شحن, فيديكس او ارامكس, او في شركه جميله جدا اسمها ميدل ايست كورير, رخيصه جدا في مصر. تقدر تبعت عليها على العنوان ده. تمام, طبعا انت لازم تدفع الفلوس اونلاين. كان في طريقة هنا ازاي تدفع الفلوس اونلاين, وطبعا هتروح تحط البيومتريك بتاعك, هتروح يعني تحط البيومتريك, تحط البصمات بتاعتك دي لازم تعملها لوحدها. والميديكال طبعا لازم تعمل الميديكال اكزامز والبوليس سيرتيفيكتس واللانجوج تيستينج, كل ده لازم تعمله قبل ما تخلص الابليكيشن ده, بحيث تبعت كل ده مع الحاجة. في نقطة مش واضحة بالنسبة لي انا شخصيا هنا, هو مش كاتب, ما اعرفش الميديكال مشمول هنا ولا هم هيبعتوا لك يقول لك اعمل الميديكال. اللي انا عارفه الميديكال نتيجتهم بتروح له كده كده, الميديكال نتيجته بتروح لاداره الهجره الواحده, مش بتشحنه. يعني واضح ان الميديكال هنا بعد ما انت تخلص تبعت الابلكيشن هو اللي هيطلب منك يقول لك اعمل الميديكال, مش شايفه مطلوب في الدوكيمنت تشيك ليست. وبعد ما تخلص ده هتدفع الفلوس وتبعت الابلكيشن وتستنى منهم يقول لك اعمل الميديكال. وطبعا الصحيفه الجنائيه غالبا مطلوبه هنا, لازم تبقى حاططها, موجودة. انا شفتها, يعني لو جينا هنا عملنا ميديكال, لو جينا قلنا كريمينال مش موجودة. فالميديكال ده اخر حاجة. تمام, اتمنى ان انا اكون شرحت لكم الدنيا كده ووضحتها, والموضوع ده هيفتح يعني باب كبير لناس كتير جدا ان هي تقدر تقدم. انا شايف التحدي الوحيد هو ازاي ان انت تبروف نفسك ان انت سيلف امبلويد او اشتغلت في حاجه وورلد كلاس. لو اي حد فيكم شغال في حاجه فعليا وورلد كلاس ليفل, في اليونايتد نيشنز, في نادي رياضي مميز, في الحاجات دي, يقدر يقدم على البرنامج ده. حاجه من الحاجات اللي تثير مخاوفي في البرنامج ده ان هو زي ما انتم شايفين في الصفحه بتاعه البرنامج, حاطط ان هو انت لازم يكون معاك فلوس تثبت لهم ان انت هتقدر تتكيف وتعيش في الفتره الاولانيه جوه كندا, وحاططها مع الجزء بتاع الميديكال والسيكيورتي تشيك يعني في الفيدرالي. فانا خوفي من حاجه زي كده ان هو يجي يطلب منك مثلا بروف اوف فاند ويقول لك انت لازم يكون معاك البروف اوف فاند. البروف اوف فاند بيكون مشكله كبيره لمعظم الناس, زي ما انتم عارفين ان للفرد الواحد بيوصل حوالي 13,000 دولار, ولو اسره مكونه من زوج وزوجه وطفلين بيوصل لحوالي 24,000 دولار, لو يعني اسره من خمسه حوالي 26,000 دولار. وده مجرد ان هو بيكون موجود في البنك بيدعم ان انت فعلا هتقدر تستقر اول 6 شهور لما توصل كندا. بس في الدوكيمنت تشيك ليست, لما جيت بصيت في الدوكيمنت تشيك ليست وبصيت حتى في السليكشن كرايتيريا, ما لقيتش اي حاجه موجوده تقول الكلام ده خالص, يعني مش من المتطلبات الرئيسيه. فانا شايف ان بنسبه كبيره جدا هو مش مطلوب, بس الخوف ان يجي الاوفيسر في وسط البروسيس يطلبه منك. يعني انا الفيصل بالنسبه لي ايه؟ الدوكيمنت تشيك ليست زي ما انتم شايفين كده,
دي الدوكيمنت تشيك ليست، رحت عليها عملت سيرش على بنك ستيتمنت، نشوف كده مع بعض. ده موجودة، بس موجودة حاجة واحدة بس عشان تثبت ان زوجتك قاعدة معاك لمدة 12 شهر. هات ما يثبت ان انتوا معاكوا جوين بانك اكاونت، هات ما يثبت ان انتوا بتحولوا فلوس مع بعض، هات ما يثبت فواتير ان انتوا عايشين مع بعض في نفس المكان. هم عاوزين بس يطمنوا، لان دي حاجة يعني موجودة في كندا. ممكن تكون بتقول ان دي مراتك وهي مش مراتك فعلا، مش عايشة معاك. العلاقة الزوجية هنا في كندا بتتثبت بانك تكون مقيم مع الفرد، مش شرط ان انت على علاقة بيها بس يعني. بس احنا بالنسبة لنا بيبقى وثيقة الزواج وما يثبت ده. الطلبات دي طالما مطلوبة لازم تقدمها، لازم تثبت ما يكون ان هو ان انتوا عايشين مع بعض في مكان واحد بس. يجي بقى القسم الاسئلة والاجوبة. هل مطلوب ويز للبرنامج ده او اي سي اي ريبورت ان انت تقيم شهاداتك؟ لما شفت الدوكيمنت تشيك ليست مش مكتوبة صراحة، وانا شايف ان انت بنسبة كبيرة جدا هو مش مطلوب. لو انت عاوز تأمن نفسك في الملف ممكن تعمله احتياطي، ده رأيي الشخصي. بس هل في الدوكيمنت تشيك ليست مطلوب اي سي اي ريبورت؟ لا، هو مطلوب بس تبين لهم المؤهل الدراسي اللي انت حاصل عليه، وبنسبة 90% مش مطلوب دبليو اي اس او اي سي اي ريبورت عموما. اتمنى تكون الحلقة دي فادتكم، شكرا ليكم والى اللقاء في حلقة